هل من السنة إذا دخل المجلس، إذا دخل الإنسان المجلس أن يسلم ثم يصافح على من في المجلس، أم يصافح ثم يسلم، أو يسلم ويصافح معا، وهل يكرر السلام مع كل مصافحة؟ المصافحة عند التلاقي أو القدوم من سفر، أما الإنسان اللي يدخل على ناس جالسين يكفي أنه يسلم عليهم جميعا، يقول السلام عليكم رحمة الله وبركاته ويجلس، يكفي هذا. نعم.